مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بك اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا شكرا تفضل تفضل اشتراك استراتيجيه مع دانك في تغطي الدول الاسيويه من العالم العربي فاحنا حاليا نغطي المملكه العربيه السعوديه دول مجلس التعاون اليمن والعراق سوريا ولبنان والاردن فهي 11 دوله احنا نغطيها بمنتجاتنا حقيقه الانتاج مركز فقط في المملكة السعودية او عندكم كذلك لا حاليا الانتاج مركز والان انا جاي في المرحلة الاخرى الانتاج مركز في المملكة احنا بفضل الله سبحانه وتعالى اصبح عندنا من اعلى الكفاءة الانتاج في العالم حيث الاستثمار في المجال الفلاحي كذلك احنا في مجال الاستثمار بيكون هناك يعني ميزات للاستثمار في المجال الفلاحي أكثر مما كانت عليه من جهة ومن جهة ثانية مثل ما يقولوا بعض المستثمرين الأوروبيين اللي يريدوا معناها يستثمروا في مجال الفلاحي عندنا يقولوا أنتم بالفرنسية بارادي فيسكال بارادي فيسكال يعني جنة جبائية يعني نقدر ننتج وما ندفعش جباية بالتالي فما تشجيع كبير في مجال الفلاحة تواصلنا مع تونس القابضة هو واهتمامهم من فترة طويلة حقيقة ان احنا نضع مشروع غرب افريقيا شمال غرب افريقيا على الأولوية وتأجيل مصر يعني احنا كان بالنسبة لنا بعد الانتهاء من العراق كنا نفكر ان احنا نذهب الى مصر ونبتدي نجهز يعني مجرد انه في الربع الاول نبتدي الانتاج ينتهي موضوع تدخل في الاوبريشن موضوع العراق وندخل في مصر فالاخوان اصروا انه تكون الاولويه لشمال افريقيا وحقيقه استضافونا بارك الله فيهم تقابلنا اكثر من لقاء تقابلنا في دبي تقابلنا في السعوديه زارونا والان جينا نزورهم ومشكورين رتبوا لنا اللقاء مع معاليكم زرنا كثير من المواقع وهي جوله استكشافيه حقيقة كل المؤشرات الأولية تؤكد أنه المنطقة مؤهلة أنها تتصدر صناعة الألبان في شمال أفريقيا وربما في بقية أفريقيا لأن أفريقيا ما فيها صناعة ألبان متقدمة أنا أقول بالضرورة باش يكون لكم باش يكون لكم معناها باع في سوق منتجات الحليب وخاصة للتصدير انتم تعرفوا انه الجزائر من الدول من اكثر الدول العربية استيراد للمواد هذه من الخارج بارك الله فيك سيد الوزير واحنا الان تقريبا وصلنا الوقت اللي لازم نستنتج فيه كل شيء نسكر الموضوع ونقصد ربي كما يقولوا الاخوان نتوكل على الله ان شاء الله الاضافه الاخيره من الخيان ومن الوزارات الباقيه معنا باش نبدا في اقرب وقت وما تعطلش العمليه ان شاء الله بارك الله فيكم شكرا شكرا سيد الوزير ان شاء الله في فرصه قادمه باش نعلنوا على بدايه الاشغال ان شاء الله شكرا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا فرصة سعيدة مرحبا